صار الليلة طبعا كالعادي، يعني زي كل يوم زي كل ليلة، هذا تعودنا عليه تقريبا الإشي من شهرين. الليلة على 12:30 تم محاصرة المخيم من أربع جهات، كأنه اجتياح 2002 تاع نيسان عاد نفسه مرة أخرى. تم محاصرة المخيم من الأربع جهات مع طائرات الاستطلاع والزنانات، وبلشوا يكربوا شوي شوي على مداخل المخيم زي ما أنتم شايفين. يعني دمروا البنية التحتية، دمروا الكهرباء، ما خلوش إشي. هم بسياستهم هاي المنهجة اللي بيرتكبوها قاعدين فينا بتدل على فشلهم الذريع، إنه بدهم يزهقوا الحاضنة الشعبية بالحالة الوطنية اللي بتصير. هاي الحالة الوطنية اللي صارت من 3 سنين موجودة بمخيم جنين، يعني عدا عن الضفة كلياتها، كل احترام للضفة، بس مخيم جنين هو اللي بلشها، وبحاولوا إنهم ينهوا الحاضنة الشعبية الموجودة بالمخيم، عشان إذا بيسيطروا على المخيم باعتبار إنهم سيطروا على الضفة الغربية. فيش أي إنسان مجاهد ومقتنع بالحالة النضالية الوطنية ما بتثني الدمار والخراب ولا البنية التحتية. يعني إحنا بنعرف إنه إحنا شتوية وبدنا ننزل أولادنا والنسوان والبنات كل، يعني إحنا حضرنا جزامي لهم، بدهم يلبسوا جزامي هسا. يعني الكارب هاي اشتريت كارب أنا مع مجاذف، دخليهم ينزلوا من جارة الذهب، فيش يعني مجال إلا تطلع، ما أنت شايف، لا دفع رباعي ولا شلال ولا إشي. بالحب الكلهم فليحرقوا كل النخيل اللي بساحنا، وليهدموا كل المآذن فوقنا، نحن المآذن واسمع التهليلة، نحن إذا ولدنا بكرة كنا على ظهر الخيول أصيلة. احنا بنوصل رسالتنا بمخيم جنين ومن داخل مخيم جنين، انه عادي يكسروا شوارع، يكسروا دور ويهدموا كل الدور، احنا بهمناش. يعني الشوارع بترجع، الدور بترجع، المحلات بترجع، بس ارواح الشهداء مين يرجع لنا اياها؟ احنا على شهرين اتعودنا انه كل يومين الجيش راح يفوتوا، يعني الناس صاروا يعرفوا انه كل يومين الجيش راح يفوتوا. يعني الحمد لله المقاومه عندنا من 3 سنين ومش راح تنتهي، هم فايتين على المخيم ينتهوا لحال الوطنيه، الحالة الوطنية أنا مش راح ينتهي، بنتهي جيل بطلع جيل آخر. يعني إحنا الحمد لله بمخيم جنين معنويتنا عالية، ومش راح نقدم غير في سبيل الله. إحنا بمخيم جنين يعني أرواحنا لله. اللي صار الليلة على الساعة 12:30 فاتوا الجيش، حاوطوا الأربع جهات من كل مخيم، حاوطوا المخيم كاجتياح مخيم جنين 2002، كسروا الشوارع، قتلوا، أصابوا، دمروا. يعني الشباب يعني الحمد لله معنويتها عالية عندنا بالمخيم، ورح تضل قاوم، والحال الوطنية عندنا بالمخيم مش رح تنتهي أبدا. سعدين المخيم مريح ومحسن. كمرك شد ارجع ارجع شباب.